أهلا بكم في صدارة صحف بيروت. ردود الفعل الواسعة داخليا وخارجيا على إطلالة الرئيس سعد الحريري عبر تلفزيون مستقبل مساء أمس، حيث أعلن عن عودته إلى بيروت خلال أيام قليلة، وتأكيده على سياسة النأي بالنفس كشرط لعودته عن الاستقالة أو قيام حكومة جديدة على هذا الأساس. وبموازاة ذلك، قيام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم بزيارة تاريخية للمملكة العربية السعودية. هذه العناوين وغيرها سأناقشها مع ضيفي فور وصوله إلى الاستوديو، رئيس الجهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية الأستاذ شارل جبور، الذي وكالعادة يعني الاثنين صباحا مداخل بيروت تختنق بزحمة السير، ولكن نحن سنستمع لقراءة لمواقف الرئيس الحريري والانطباعات يلي عكستها صحف بيروت هذا الصباح مع دكتور نديم الملا مستشار الرئيس الحريري. صباح الخير دكتور ملا. صباح النور. اليوم هيك بانطباع سريع، تنوعت قراءات الصحف بين من قرأ في الشكل سواء بالنسبة لنبرة صوت الرئيس الحريري أو للصورة يلي نقلها تلفزيون مستقبل مساء أمس للمقابلة، مثلا جريدة الاتحاد اعتبرت أنه محتجز بالصوت وبالصورة، وبين من قرأ في المضمون، ولكن الأكيد إجماع من كل الصحف على أن لبنان اليوم في مرحلة سياسية جديدة. ما هو تعليقك؟ أولا صباح الخير لكل المشاهدين. بدي اعتذر، الصوت شوي رديء، يعني بدي احاول بقدر الامكان انه كون عم بسمع مزبوط. انا قبل ما ادخل بردود الفعل خليني اعطيكي انا انطباع الشخصي. انا بعتقد حسنا فعل الرئيس الحريري باطلالته امبارح لاني لسببين. اولا ريح الناس، وانا صار لي مجال احكي مع عدد كبير من الناس بعد المقابله، الناس ارتاحت، حست بقراره باستمرار بالعمل السياسي وحط النقاط على الحروف بالمرحله وطبيعه المرحله. انا بالعكس بخالف يلي كانوا عندهم انطباع سلبي عن هيدي المقابلة. أنا باعتقادي الناس اللبنانية بعد المقابلة ارتاحوا أكثر من قبل المقابلة. رسمت معالم للمرحلة السياسية المقبلة، أبرز ما يعني ستكون عليه هذه المرحلة ما هي؟ أولا يعني بالشكل كان في هدوء ووضوح، وكمان هذا ريح الناس، بمعنى انه مزبوط بيان الاستقالة كان بيان قوي وشديد، ومثل ما قال الرئيس الحريري اراد من هذا البيان ان يكون صدمة، ولكن صدمة ايجابية، بمعنى انه بيقولوا بالانجليزي wake up call، يعني مثل واحد عم يفيق الثاني. الموضوع واحد. نعم. الموضوع واحد الحقيقة، وكرروا الرئيس الحريري يعني عشرات المرات، ما مرة ومرتين، وهو موضوع النائي بالنفس. قال أنه لنحكي بصراحة، أنا كرئيس حكومة لبنان بالفترة الماضية حاولت قد ما فيني ألعب دور توفيقي ودير البلد، أنجزنا كثير. نعم. ولكن لا أزال واجه عقبات صعوبات كثيرة. نعم. وقال أنه كيف بدكم ياني أنا دير هالبلد لما في عقوبات دولية جاية ومطلوب منا أنه ندير هيدي العقوبات وما بنعرف كيف، وفي عقوبات عربية جاية يلي الأثر عليها على الشعب اللبناني بالداخل وبالخارج كثير قوية، بالنسبة إلى الصادرات، بالنسبة إلى العمالة، بالنسبة إلى التحويلات. وبالتالي قال وبكل صراحة إلى الطرف الآخر أنه هالاختلال بالتوازنات والدور اللي عم يقوم فيه حزب الله خارج لبنان بطل بمقدورنا إدارة الوضع بلبنان ضمن هذا المعطى، ومد إيده وقال لهم بصراحة
انه هذا الموضوع هو موضوع الاساس، تفضلوا نحطه على الطاولة ونناقش الموضوع بكل صراحة ووضوح. يعني رمى الكرة بملعب من بالدرجة الأولى دكتور مولا؟ ملعب رئيس الجمهورية؟ لا، أنا بالرئيس الجمهورية منو طرف بهذا الأمر؟ كب الكرة في ملعب حزب الله بكل صراحة، يعني أنه قال لهم لحزب الله نحن كنا معكم لما كان الصراع لبناني إسرائيلي، لما كان صراع عربي إسرائيلي. نعم. أما اليوم ما بقى فينا نحمل وغير قادرين على إدارة شؤون البلد بضمن هذا المعطى، فتحلوا بالشجاعة، خلينا نناقش هذا الموضوع. وأنا برأيي هيدي النقطة الأساس، وبالتالي كل ما حكي على الشكل أو أي شيء تاني، أنا باعتقادي الاستقالة هو أراد أن تكون صدمة. الموضوع هو النائب النفس، الآلية عند رئيس الجمهورية، قال له بدنا ندعي لحوار ومناقشات، وبالتالي رئيس الجمهورية سيكون عراب هذه المرحلة، ولكن ليس هو المقصود بموضوع النائب النفس. نعم، شكرا لك دكتور نديم ملا مستشار رئيس سعد الحريري على هذه مداخلة معنا في كلام بيروت. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير زميلتي رولا. سشار الجبور، الحمد لله على السلامة. الله يخليك. ما طالت كثير عجد. لا لا لا، بس تحسبا أفضل هيك. سمعنا انطباع دكتور مولا بحسب مثل ما قال جس نبض عدد من يعني منشوف ردة فعل اللبنانيين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى اليوم من خلال أقلام الكتاب بصحف بيروت. قبل ما نستعرضها سوا بدي أسمع انطباعك من بعد ما تابعت مبارح مقابلة الرئيس الحريري. أنا بالحقيقة يعني ما تغير عندي الانطباع من لحظة الإعلان الاستقالي لا إطلالة الرئيس الحريري مبارح. طبعا مضمون الاستقالة ولحظتها والطابع تبع الفجائي أعطى انطباع مثل وكأنه نحن رايحين أحارب بشكل يعني، وبالتالي بالنسبه لي ما في شيء تغير. يعني حقق الصدمه اللي قال امبارح انه كانت حكماً الغرض من وراء حكماً يعني 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 الواقع المفاجئه. نعم. عند اللبنانيين، وطبعا انه نص الاستقاله بيكون غير اطلاله مباشره على الناس، يعني النص مكتوب بيكون غير انه واحد عم يطلع يتحاور بمضمون مقابله سياسيه، يعني مضمون استقاله شيء ومضمون مقابله سياسيه شيء اخر. المهم هو المضمون ذاته، الجوهر ذاته. لا يجب التعليق على الشكل طبيعي بين واحد عم بيقرا استقاله، واكيد بدها تكون استقاله عم تقريها يعني مبنيه وفق منهجيه واضحه المعالم، ولو بتقولي عم تطلع على الناس شيء اخر. ولذلك الرساله بين المضمون بين الاستقاله وبين المقابله هي واحده، لا يمكن الاستمرار في هذا الواقع على ما هو عليه. نعم. يجب الذهاب نحو واقع جديد، لانه الاسباب الموجبه للاستقاله اللي رددها الرئيس حريري مرتين، مره في المقابله ومره في الاستقاله، هي ذاتها يلي هي خروج حزب الله عن سياسه النائب النفس، عن خروجه عن المرتكزات الاساسيه اللي قامت عليها التسويه، وبالتالي نحن دخلنا في مرحله جديده. نعم. بمعادله سياسيه واضحه لا يمكن العوده فيها الى ما قبل، وهذه المعادله هي انه حتى نقدر نعمل حكومه من جديد او نرجع على الاستقاله بده يتحقق شغلتين، الشغله الاولى انسحاب حزب الله من ازمات المنطقه، شغله ثانيه بده حزب الله يحط سلاحه على الطاوله تيصير في بحث جدي بموضوع تسليم سلاحه للدوله اللبنانيه. يعني هود العنوانين برايك جواب حزب الله عنده عليهم؟ يعني سواء بالنسبه لادواره المتفرقه في المنطقه او بالنسبه لحل مساله السلاح يلي اذا بدنا نتذكر مش من زمان كان رئيس الجمهوريه عم بيقول حلها مرتبط بازمه الشرق الاوسط. صحيح، ولكن عنده يعني هذا الامر؟ منه عنده، لذلك الازمه ستطول. نحن منا امام لا عوده على الاستقاله ولا حكومه جديده، لانه يعني قبل ما نروح على تسويه. نعم. بظل معطيات جديده، لانه كل تسويه لها معطياتها، لها ظروفها الخارجيه والداخليه، اليوم صار في معطيات اخرى جديده تتطلب وتستدعي من اجل ابعاد لبنان عن اطول الحروب بالمنطقه، نقدر نروح على تسويه فعلا تقدر تنجي لبنان، واذا حزب الله ما عنده الاستعداد لحتى يروح باتجاه حوار جدي تحت يسلم سلاحه وتحتى ينسحب المنطقة فورا، انه شو قاله باليمن؟ واقف الامين العام للحزب قبل ساعات من مقابلة الرئيس الحريري، هل تدل على انه بهذا الوارد؟ لا لا، احنا منه بهذا الوارد، بس نحن عم نقول انه اي شيء بيحصل
هني بيتحملوا نتائجه ومسؤوليته. كانوا كل هالاسبوع المنصرم استاذ شال تركيز على الشكل، مثل ما كنت عم اقول له لدكتور مولا انه وين الرئيس الحريري؟ ليش بهذه الطريقة؟ ليش ما يرد على الواتسابات؟ يعني كان كل التركيز على الشكل وعلى القول انه نحن حتى المقابلة منعت امبارح او صار في تمني بعدم عرضها بحجة انه يمكن تحت الضغط مش بإرادته وغيره. اليوم نحن سنكون امام تعاطي مختلف مع ما ورد بهالمقابلة. بعدهم مكفيين بنفس السياق التضليلي التضليلي التزويري، وبعضهم مكفيين بنفس الافتراءات والاكاذيب، وبعضهم مكفيين بنفس اتجاه التركيز انه اين سعد الحريري وامتى بيرجع سعد الحريري، لانه لسببين. السبب الاول لانه ما بدهم يعترفوا بالحقائق والوقائع وبدهم يحضروا للخطه ب قبل ما ينصدموا، قبل ما يكونوا امام الواقع مثل ما هو. بكره حيجي رئيس حريري وقال انا خلال ايام انا ساكون في بيروت وساعلن المساله على ما هي عليه. والسبب الثاني لانه انبسطوا بمشهد انه قادرين يحطوا لبنان الرسمي بوجه المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي هن هذا التضليل بمكان ما بالنسبه له فادهم، لانه قدروا عملوا نوع من وضعيه حل سياسيه شعبيه اعلاميه ساهمت بانه يكون تصفي القضيه هي المملكه العربيه السعوديه، مش القضيه هي ايران وتدخلاتها بالمنطقه، ولا القضيه سلاح حزب الله وتدخلاته بالمنطقه. نجح امبارح بازاله يعني الغموض حول هذه النقطه. انا بتقديري الغموض من اللحظه الاولى منه موجود، بس للاسف ساهمت فيه مجموعه اطراف حليفه وقبل ما تكون خصمه، ولذلك هذا الغموض من اللحظه الاولى منه موجود. يعني نعم. التشكيك بانه الرئيس سعد الحريري هو موجود محتجز داخل المملكه العربيه السعوديه هو تشكيك مرفوض. انا بقول لك ايه، لو الرئيس سعد الحريري موجود بطهران او بدمشق إيه بقول لك اكيد محتجز. نعم. بس انه الرئيس سعد الحريري موجود بالرياض وهو محتجز، هذا كلام مرفوض رفض بيت. وكل من ساهم في هذا السياق وفي هذا الكلام انا اعتقد بانه يتحمل مسؤوليه الوضع اللي وصلنا له اليوم. قلت انه نحن امام مرحله سياسيه جديده، الكرة برأيك بملعب من رماها الرئيس الحريري؟ الدكتور مولا اعتبر أن الرئيس عون ليس هو المقصود يعني بهذا الأمر، إنما الكرة بملعب حزب الله. طبعا الرئيس عون منه قدر يعمل شيء، بس انه الرئيس عون كمان بده واجه منه قدر يعمل شيء، بس حليف رئيسي اللي حزب الله يلي هو سبب المشكلة. يعني أنا موافق معك يعني رئيس عون. فإذا نحن هلأ رح ننطر دعوة للحوار؟ طبعا اي دعوه للحوار بدها تكون مختلفه عن الحوارات التجليطه السابقه. يعني الحوارات لما توصلت الى اي مكان، المطلوب اليوم حوار جدي ببند واحد اسمه سلاح حزب الله ودوره في المنطقه من ضمن توقيت محدد. يعني ما نفوت بحوارات عقيمه بتاخذ سنوات، بده يكون في مده زمنيه للحوار، جدول اعمال واضح، وبدها تنحل الامور. وفي حال لم نتوصل الى نتائج، وانا عم بقول لك من هلا لن نتوصل الى اي نتيجه. نعم. لانه حزب الله ليس في هذا الوارد، وبالتالي حزب الله يتحمل مسؤوليه كل هيدا الوضع الجديد اللي رايح بالمنطقه، لانه المساله منا بس فقط مساله لبنانيه داخليه. اليوم صار في خلص موضوع سلاح حزب الله موجود على طاوله الولايات المتحده الامريكيه وعلى طاوله المملكه العربيه السعوديه. ما فينا بقى نمزح بهذا الموضوع، منا بس فقط مساله لبنانيه، في شيء لبناني اكيد، بس ولكن الشيء الاكبر هو شيء دولي اقليمي. إذا حزب الله منه بهذا الوارد، احنا منا مضطرين كقوة سياسية نكون إلى جانب حزب الله ونتحمل مسؤولية أي شيء ممكن إنه يستهدف لبنان، لأنه هو حابب يكفي بأزمات المنطقة وحابب يكمل بسلاحه. فلذلك فك الارتباط. نعم. فك الارتباط هو أفضل وسيلة بهذه المرحلة. شو يعني فك الارتباط؟ يعني يلي عمله الرئيس سعد الحريري إنه أنا ما في يكفي. نعم. بغطاء رسمي لحزب يقوم بسياسات تتناقض مع سياسات الدولة اللبنانية الرسمية، لأن هذه السياسات ستستجلب الحروب والكوارث على لبنان. وإذا كان هذا الشيء ما عم يحصل قبل، مش أوكي ما كان عم يحصل قبل، شو بنعمل اليوم؟ صار في قرار دولي إقليمي جديد، ما نأخذ بعين الاعتبار هذا التطور الجديد. نعم. هون السؤال يلي لم يكن متاحا من قبل لحل هالأزمة بهذا الحجم، هل هو اليوم متاح؟ في يعني تحول كبير. التطورات برايك شو هو المومنتوم يعني اللي فرض هذا التطور؟ هذا التطور هو منه قبل ما قدرنا نحله، لانه قبل كانت مساله فقط لبنانيه بتوازنات اللعبه السياسيه اللبنانيه. حزب الله متفوق على الاطراف الاخرى انطلاقا من صواريخه وترسانة سلاحه. نعم. اليوم المومنتوم اللي عم تحكي عنه اللي فرض هذه المعادله هو وصول رئيس امريكي جديد، اداره امريكيه حازمه، اداره سعوديه حازمه وحاسمه،
قمة الرياض الأمريكية السعودية الإسلامية العربية خلاص وضعت أنه اليوم على جدول الأعمال الأساسي الدولي الإقليمي وضع حد للنفوذ الإيراني ووضع حد لكل أزرعته على مستوى المنطقة بدءا بأهم نموذج إيراني هو حزب الله. لذلك نحن أمام معطى شديد، منه معطى فقط لبناني داخلي تحت نكون عم نتفرج عليه وأنه نشتغل على سياسة التسويف، خلاص دخلنا بمرحلة جديدة على كل طرف أن يتحمل مسؤولياته بكيفية توريط لبنان. هو شو كان عم يجرب يعمل هلا حزب الله؟ عم يجرب ياخذ النقاش بمطرح آخر تقول هاي السعودية شو بتعمل فيكم؟ مش مزبوط. اللي بده يعمل فينا هو الطرف يلي أخذ لبنان على مشاكل وعلى حروب بالمنطقة. نحن مالنا إذا لنبدأ معك استشار جبور بكيفية قراءة مقابلة الرئيس الحريري بالأمس. خلينا بالبداية نشوف كاريكاتير جريدة الشرق الأوسط رسم لبنان يقف حائرا أمام سلاح حزب الله المصوب نحو العالم العربي واللي مثل ما عم نشوف بالحجم أكبر من لبنان. هذا اللي كنا عم نحكيه بالبريك اليوم، مثل يعني هذه الأزمة، أزمة السلاح بالنهاية ما بتشوف أنه يمكن حل كمان يجب أن يبدأ البحث به من خارج لبنان؟ سترولا أكيد، بس ما هو ما ناخذ بعين الاعتبار المتحولات اللي بتصير. نحن قلنا 8 سنوات مش قليلين بعمر البلاد والأزمات والمنطقة. 8 سنوات من عهد أوباما، ولايتين أمريكيتين، كان خلص بالنسبة لهم المنطقة متروكة. بالعكس في تفويض لإيران حتى توسع نفوذها وامتدادها أكثر. اليوم فتنا بمرحلة جديدة. شو هلا الشيء اللي عم نشوفه نحن هو بس فقط انه نتيجة مشكل داخلي؟ ولا مش مظبوط. لا، ما هو التفويض يلي اعطي لايران بهالفترة اليوم سحب، كأنه سحب خلص. مش فإذا لماذا لا يتم الضغط على ايران بهذا المعنى؟ لماذا يطلب من اللبنانيين حل ازمة بهذا الحجم؟ لا ما هو كمان ما ناخذ بعين الاعتبار انه لبنان جزء من هذا المشهد. يعني انت ما فيك تكوني فايتة بسياسة دولية إقليمية جديدة من أجل الضغط على إيران وأزرعتها بالمنطقة لتقليص نفوذها وحجمها وامتداداتها، وأنه والله يكون في طرف داخل لبنان. شفت لو حزب الله موجود بقلب البلد وقعد تفتكري حدا تعاطى معه؟ إحنا كل مشكلتنا من 90، مش من هلأ، كل مشكلتنا من 90 لليوم أنه حزب الله متروك. يعني أكبر اختراق لاتفاق الطائف هو انه حزب الله استمرار حزب الله بسلاحه وبدوره. بس شو اللي خلى التركيز على حزب الله؟ دوره الاقليمي اصبح موجود باليمن وبهدد استقرار السعوديه وبهدد استقرار الكويت. من هنا انكفاء ادواره الاقليميه بحل المشكله حكما هيك، وبقاء هذا السلاح معه بالشكل اللي هو فيه. هو ليش تم تضوي عليه بهذا الشكل بهذه المرحله؟ من قبل الاداره الامريكيه والعقوبات اللي صارت، ومن قبل الاداره السعوديه، نتيجه ادواره المضخمه على مستوى المنطقه جاء خلى انه يكون انه بما انه هذا اهم دور ايراني، ولذلك خلينا نروح باتجاه هذا المحل اللي لازم نواجه فيه. ما فينا نحن كلبنانيين بظل هيدي كل هيدي هالتصعيد الكبير انه انت تكوني عم تتفرجي انه هل لانه لبنان الحلقه الاضعف؟ مش منه لبنان حل الاضعف، بالعكس. انا صراحه احنا كل عمرنا كان عندنا هاجس لبناني تاريخي بانه يصير في تسويات بالمنطقه على حسابه، على حساب لبنان. لا بالعكس، هلا المملكه العربيه السعوديه عم تحط لبنان على الطاوله انه لا يجوز يكون في اي، لانه بكره شو التسويه؟ يعني تسويه بده يقعدوا الرياض وطهران مع بعضهم برعايه امريكيه. طيب كان ممكن يتم استثناء لبنان. لبنان استثنى من 90 لليوم، لبنان مستثنى من 69 لليوم. انت بالعكس هلا صار عندك امل انك تقدر تروحي على تسويه متوازنه يقدم فيها سلاحه حزب الله للدوله اللبنانيه. لانه كيف ممكن حزب الله يقدم سلاحه للدوله؟ ممكن باراده لبنانيه؟ العوذ بالله، بدك اراده اقليميه. ولذلك اليوم هي اول مره عم تطرح بهذا الشكل. نحن حريصين على الاستقرار اكيد، والاستقرار سيبقى على ما هو عليه، والطرف الوحيد اللي بهز الاستقرار في لبنان هو حزب الله، لانه هو حزب مسلح. ولذلك اليوم صار في امل بانه هذا الحزب ينوضع سلاحه على الطاوله، لانه صار في هذا الضغط الامريكي السعودي. مش مين؟ مش ايران. بس بهذا الوقت ما فينا نحن نكون كمان نتيجه كل هذا الضغط قاعدين والله عم نغطي ذا الحزب. طيب وقت بيقول بمقابلته الاخيره السيد نصر الله ولما يعني بتطرقه لادوار الحزب بسوريا والعراق، قال مثل وكأن ابدا استعداد لانه تتوقف هذه الادوار. هل فينا نقول ان المشكله تحديدا في اليمن؟ مشكله في دور حزب الله الخارجي.
يعني حزب الله الخارجي لما انطرح ال 1559 انهرب منه حزب الله ما طبقه. انا اعتبر انه هو منه معني فيه، ما حدا سأل. لا بس على اعتبار الحكومات كلها كانت بمتن بيان الوزاري كانت ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة. وقتها كان لبنان متروك، اليوم تدخل حزب الله في المنطقة جر عليه تدخل دولي، هذا التدخل الدولي اعاد تسليط الضوء على سلاحه، ولذلك احنا دخلنا بمرحلة جديدة ما بقى فينا نتعامى عن الوقائع والمعطيات يلي استجدت. لذلك الشيء اللي التحول الجديد اللي صار هو هذا التحول السعودي الامريكي يلي ما فينا نهرب منه، وما بقى فيه الحزب اذا بدك يقول يتعامى عن هذه المعطيات الجديده. جريده لوريان لجور اليوم الحريري، التحيه والخلاص هو برفع شعار الحياد تحت هالعنوان. قالت الصحيفه ان الرئيس الحريري بمقابلته أبعد احتمال انسحابه من الحياة السياسية اللبنانية، ولكنه كمان أكد وجود أجندة سعودية بالنسبة للبنان، هنالك مملكة عربية سعودية جديدة مختلفة عن الأمس. يعني كمان المقاربة السعودية، يعني لطالما كانت المملكة ودول الخليج بشكل عام تتفهم الوضع اللبناني، بدنا نقولها بالدارج طول باله على لبنان، اليوم الامر لم يعد كذلك. الامر لم يعد، ليش لم يعد كذلك؟ لان الخطر دق على بابها بشكل مباشر. عم يجوا السعوديين يقولوا ما بقى فيكم كف، انتم امام معادله واضحه، يا اما انتم قادرين كلبنانيين تضبطوا حزب الله، واذا انتم مش قادرين تضبطوا انا بضبطه. معادله هالقد واضحه، ما بدها اكثر من هيك. كمان بمنشات الحريري الراجع بعد يومين او ثلاثه، قالت جريده المستقبل انه فور انتهاء المقابله اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف المناطق اللبنانيه بعبارات وتغريدات ومفرقعات التأييد والابتهاج بعودته المرتقبه. هل اجماع حول الرئيس الحريري يلي لمسناه طيله الاسبوع المنصرم وحتى هلا، قديش كمان كان عنصر مؤثر بما قالت اليه؟ انا برايي هذا الاجماع هو منه قائم، هو اجماع منه مصطنع. منه حقيقي؟ لا هذا اجماع مصطنع، هذا اجماع مزور. لو رئيس سعد الحريري سترول قدم استقالته من السراي الحكومي كنت شفت القمصان السود نازل احد السراي محوطينه ومسكرين السراي، انه او كان صار رئيس الحريري صهيوني وعميل، انه مش الحال. نبض الشعبي هالقد بيتزور برايك؟ ما كان في امبارح شفتهم بالماراثون، يعني كان في نبض معين في الشارع. لا. كله مصطنع. احنا في ظل انقسام سياسي واضح، في محاوله من قبل حزب الله لحرف النقاش على الامور الحقيقيه، في محاوله لحتى يخلوا الجمهور السني للمره الاولى بتاريخه يصفي في عنده، بيكون مشكلته بدل ما تكون مشكلته مع حزب الله وايران عم يعملوا مشكلته مع المملكه العربيه السعوديه. صار عمليه تزوير كبرى، وهذه العمليه التزوير كبرى خطيره جدا، وتم وضع حد لها نهائي من خلال مقابله الامس. واعتقد من خلال عوده الرئيس سعد الحريري بترجع بتتوضح الامور. ما في شيء اسمه اجماع. هؤلاء الاشخاص ما بدنا ننسى قتلوا رفيق الحريري، هؤلاء الاشخاص ما بدنا ننسى هن سقطوا، هن حاوطوا الرئيس وقت السنيوره لما كان موجود بالسراي الحكومي، هؤلاء الأشخاص سقطوا حكومة الرئيس سعد الحريري، ولذلك هؤلاء الأشخاص لا يتوينوا ولا لحظة عن أنه يعملوا يلي عملوه مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومع الرئيس فؤاد السنيورة ومع حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى. ولذلك ما منا كتير نروح إذا بدك بالشكليات يلي صارت، كل هدف من هذا الشكل وضع النقاش بمكان آخر، وهذا اللي هن كانوا عم يعملوا. جريده النهار يعني بخلاف اليوم كل الصحف يلي اعتبرت انه بمقابلته بالامس اكد عودته، توقفت عند استباء الرئيسين عون وبري لمضامين كل المقابله على اعتبار ان المعطيات موضع شك والتباس، ولا يمكن الركون اليه اعتباره مواقف صادره بملء اراده رئيس الحكومه، لتقول إن ذلك يقود لعدم الأخذ بمطالب الحريري وتاليا تحويل شروط عودته لاغية المفاعيل، ما يقول حكما إلى عدم تلبيتها وتاليا ألا عودة. لا شاطرها هذه القراءة؟ ما بعرف كيف راحوا بهذا الاتجاه صحيفة النهار، بس كل اللي بدي أقول لك إياه إنه رئيس بري طبيعي يأخذ هذا الموقف انطلاقا من تحالفه مع حزب الله. الرئيس عون لا شك إنه يشعر بينه وبين ذاته بأنه بأزمة كبرى نتيجة أنه إذا ما تشكلت حكومة عهده سيكون مهدد بهذا المحل، وبالتالي هذا الموقف الصادر عنه هو نتيجة وضعه الشخصي ونظرته إلى مستقبل عهده بهذا المكان. رئيس حريري عائد بعد أيام، وبدون يبلشوا يتعودوا
على هذه الحقيقه اذا بعد ما بلشوا يتعودوا على حقيقه انه الرئيس حريري اللي قاله بمضمون الاستقاله وبمضمون المؤامره رح يرجع يقوله بس يرجع حيرجع يقوله من لبنان. قد ايه رح يقدر الرئيس عون يمسك العصا من وسطها بهالمعنى؟ يعني قد ايه بيقدر؟ اعطي فرصه الرئيس عون ذهبيه على مدى سنه وكل القوى السياسيه بالحقيقه. نعم. يعني كان في فعلا فرصه ذهبيه تبددت نتيجه شو في استهتار يلي يعني قبل شوي سترو هو شو انت شو قلت قبل شوي قلت في مملكه عربيه سعوديه جديده طيب ما كانوا شايفين ما, يعني ما فينا نقول خير ان تاتي متاخره من ان لا تاتي ابدا. المشكله وين؟ لا لا انا بالنسبه لي الاداره السعوديه الجديده بتاخذ العقل وهذا ضروري لا يكون عم بحكي عن السعوديه عم بحكي عن الرئيس عون وامكانيه ادارته للازمه. لا ما تقلك وين صرنا. انت اعطيتي فرصه سنه بعد. نعم. السنه الفرصه اللي اعطيتي فيها ان صار في استهتار ليه؟ لانه ما كان في قراءه لمسالتين. المساله اللي انت قلتيها هلا انه ما في قراءه انه والله في سعوديه جديده. ما في قراءه لوصول اداره امريكيه جديده. ضلينا بالتخبيص، يعني تخبيص حزب الله بيطلع عن التسويه وبيعمل استعراضات بالجنوب وبيطلع سيد نصر الله بيسب المملكه العربيه السعوديه وبنعمل استعراضات وتظاهرات مسلحه بقلب بيروت وبنطلع بمواقف ضد المملكه وبنعمل وبنصر على التنسيق مع النظام السوري. نتيجه كل هول وصلنا للي وصلنا له وبيطلع. نعم. ولايتي بيصرح للي صرحه وبيطلع رئيس روحاني بيحكي يلي حكيه. شفتي لو كل هو مساره انا بتقدير الامور على رغم كل هذا المشهد الاقليمي الموجود إيه لا بدنا نتاثر من هذا المشهد الكبير بس انه كنت قدرت تضبط الامور بشكل او باخر بس هن. نعم. في استهتار في استلشاء مفتكرين مثل على طول انه هن قادرين يعملوا بوش لقدام ليرجعوا يحطوا الوضع تحت ايدهم مثل ما هن. هن شو كانوا بده يعملوا؟ بده يكسروا التوازن تبع التسويه ورجعوا الامور الى ما قبل 2005 وتصفي الامور ممسوكه بايدهم، لكن لوين وصلوا؟ وبالتالي هن بيتحملوا مسؤوليه الوضع يلي وصلنا له. الرئيس عون اليوم مثل ما كتبت جريده الجمهوريه كان عم بتابع امبارح المقابله وما قاله الرئيس الحريري رح يكون موضع تقييم خلال الساعات المقبله وما يهم الرئيس عون بالدرجه الاولى هو عوده الرئيس الحريري لبيروت للبحث معه بموضوع الاستقاله وما طرحه فيها. لمسنا حقيقه يعني سواء بمواقف الرئيس عون هالجمعه او بكلام الرئيس امبارح الحريري انه العلاقه بين الرجلين الشخصيه هي جيده جدا. ما يمكن الا يمكن البناء على هذا لا الامر لا لا او الاستثمار بهذا الامر. العلاقات الشخصيه اساسيه بس على طول ما نحط زيح اللي اسمه المصلحه الوطنيه العليا. المصلحه اللبنانيه العليا ما فيها تروح بس فقط بمساله علاقات شخصيه ما فيها تبدا بعلاقات شخصيه. نعم تبنى بلا علاقات شخصيه بيكون لها تاثير لا شك كبير بهذا المحل حتى ما نروح لمواجهات ولانقسامات نحن بغنى عنها بس ولكن في وضع جديد. هذا الوضع الجديد ما فينا نتجاوزه فقط لانه والله علاقه شخصيه بين الرئيس عون والرئيس حريري جيده. هذا مهم. نعم. بس الاهم هو الموضوع الاساسي اللي طرحه الرئيس سعد الحريري دور حزب الله. ايضا المعادله بحسب مصادر القوات اليوم قالت لجريده الجمهوريه المعادله يلي طرحها الحريري واضحه جدا. العوده عن الاستقاله ممكنه شرط انسحاب حزب الله من ازمات المنطقه واطلاق حوار داخلي حول سلاحه يختلف بطبيعه الحال عن الحوارات السابقه وهيك يمكن بتشارك القوات اللبنانيه يلي هي باي حال كانت لم تشارك بالحوارات السابقه. لم تشارك لانه شافت انه وصلت الى حائط مسدود. لا شك انه موضوع مشاركتها او عدمه هذا بقرره رئيس الحزب مع الهيئه التنفيذيه. بس بانتظار ذلك نحن بنامل انه اول شيء تتحقق اول خطوه على السريع هي انسحاب حزب الله من 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 ازمات المنطقه وقبل ما ندعي على طاوله حوار تكون طبعا طاوله حوار باجنده جديده لانه اذا الرئيس حريص على عهده واذا الاطراف كل القوى السياسيه بطلعتها حزب الله حريص على عهد الرئيس عون يجب ان يلبي اهم مطلب هي انه خلص ان تكون في استراتيجيه للدوله اللبنانيه مش استراتيجيه حزب الله هي. نعم. فوق استراتيجيه الدوله اللبنانيه. جريدة الحياة رأت ان يعني ضرورة البحث بآلية جديدة تعيد الاعتبار الى التسوية. آلية جديدة يعني شو ممكن نفهم بالحديث عن آلية جديدة؟ بدك تروحي على تسوية خلص في تسوية صارت اوكي في تسوية في الداخل تواكب ما يجري اقليميا تواكب ما يجري اقليميا بالحد الادنى مطلوب شيء جديد يعني شيء جديد تسوية حقيقية يعني المطلوب شيء جديد انسحاب حزب الله من سوريا ومن أزمة المنطقة. إذا ما انسحب بلا بتقدير الوضع على ما هو عليه سيبقى ويستمر طويلا. بتناولها كمان للموقف للموضوع اللبناني جريدة الشرق الأوسط عنونت الحريري أنا عائد كتبت استقالتي بيدي وبنفس المانشيت اجتماع عربي طارق يوم الأحد المقبل لبحث تدخلات إيران.
يوم الأحد جامعة الدول العربية رح تلبي طلب المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب لمناقشة كيفية التصدي للتدخلات الإيرانية بالدول العربية. ممتاز، هذا المطلوب. يعني المطلوب كمان أنه الدول العربية تروح أكثر وأكثر من أجل وضع النقاط على الحروف، لأنه كل المشكلة اللي عم نعانيها بكل المنطقة هي نتيجة ميليشيات الإيرانية اللي عم تتدخل بشؤون المنطقة، ولذلك يجب وضع هذه التدخلات عند حدها. نعم. وإطلاق مسار حواري جدي نقدر نوصل فيه لتسوية ثابتة ونهائية، الأساس والقاعدة فيها قيم دول سيدة ووطنية على أرضها. بمراجعة على الحراك الدبلوماسي اللي صار سواء الفرنسي بشكل خاص أو الأوروبي والأمريكي ومواقف الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض بالنسبة للأزمة اللبنانية، خلاصة جريدة الديار اليوم أنه الأكيد أن هنالك غطاء عربي دولي روسي أمريكي يضمن الاستقرار اللبناني ووحدة لبنان وسيادة لبنان. فينا نطلع بخلاصة مماثلة؟ أنا بتقديري الخلاصة الأساسية اللي نطلع فيها نتيجة كل اللي صار هو رفع الغطاء الرسمي عن حزب الله ومنحافظ على الاستقرار في الداخل. يعني إذا بدك هي المزاوجة ما بين فك ارتباط رسمي بسلاح حزب الله، نعم، ومن جهة أخرى الحفاظ على ستاتيكو الاستقرار في لبنان، لأنه خلاف ذلك بيدخل لبنان بمعمعة ما حدا عنده مصلحة فيه. نعم، يعني هون سؤال أنه على اعتبار أن ذلك اليوم مصلحة دولية وإقليمية ومحلية، مش وقت تفجر هذا البلد الصغير يلي هلا الكل منشغل عنه. لا ما حدا بيوارد اساسا، يعني البعض راح اذا بدك بتفكيره كثير لقدام، ما حدا بيوارد يدخل داخل البلد بمتاهات مثل 7 ايار الا الحزب اللي معه سلاح. يعني كل الاطراف الاخرى حريصه على الاستقرار، بس عم نقول التطور الجديد اللي صار هو خلص فك ارتباط، يعني فك ارتباط بقرار امريكي سعودي محلي، فك ارتباط مع الحزب، إعادة الارتباط بيتطلب أجندة يقوم فيها الحزب مختلفة. تنختم هذا القسم بقراءة جريدة الأخبار يلي قالت حتى تتضح الأمور أكثر في السعودية، أكثر كلام الإعلام لن يكون صادقا، جبهة اليمن تمثل وحدها الحقيقة العارية لنظام العالم وشروره. يعني قالت أنه المشكلة تحديدا هي باليمن مثل ما سألتك ببداية الحديث، تعلق على هالموضوع قبل ما ناخذ بريك؟ لا، انا برايي المشكله بكل تدخلات ايران بكل المنطقه ليس فقط في اليمن. من ميلي السياسي وكمان اليوم الانظار تتجه الى البعد الروحي والديني، اليوم البطريرك الراعي راح يزور المملكه العربيه السعوديه على راس وفد، وسيلتقي الملك السعودي وولي العهد وايضا الرئيس الحريري. لحظات ونعود لنتحدث عن هذا الموضوع. إذن الأنظار تتجه لزيارة البطريرك الراعي للمملكة العربية السعودية، هي زيارة على درجة من الأهمية لرأس الكنيسة المارونية إلى السعودية الجديدة يلي حكينا عنها قبل البريك. استشار، شو هي دلالات هذه الزيارة؟ كيف تنظر إليها القوات اللبنانية؟ وتاليا كيف يمكن البناء على ما ستحققه؟ في تقاطع كثير مهم بين مرجعيتين، مرجعية كنسية كان لها الدور الكبير بالوصول إلى لبنان الكبير بال 1920، نعم، الدور الكبير بالوصول إلى اتفاق الطائف بال 89، اتفاق الطائف تقاطعت فيه مع المملكة العربية السعودية، نعم. يعني كان في مرجعية كنسية للطائف، حزبية قوتية للطائف، عربية من خلال المملكة العربية السعودية للطائف. ولذلك أهمية التقاء هاتين المرجعيتين، أولا فينا نروح على البعد السياسي ونرجع نروح على البعد الروحي. نعم. البعد السياسي كركي دور كبير كملته من بعد الطائف بانتفاضة الاستقلال، كملته بالبيان الأيلولي الشهير، نعم، بسنة 2000 مع البطراكسفير، نعم، تحت عنوان سيادة واستقلال لبنان. في ثوابت بكركي التاريخية المتعلقة بالمسلمات اللبنانية وبدور لبنان ووجه لبنان، هذه المسلمات يلي رايحة بكركي تحكي عنها انطلاقا من انه ما في يكون في دولة انطلاقا من ازدواجية سلاح، نعم، ما فينا نكفل بدولة فيها ميليشيا اقوى من الدولة، لذلك رايحة تحكي بمفهوم لبنان ببعد لبنان السياسي.
السيادي مع الدولة السعودية اللي هي راية اتفاق الطائف على قاعدة انه اتفاق الطائف ينهي الحرب اللبنانية ويؤسس لمرحلة سلام لبناني. بهذه اللحظة بظل تحول كبير دولة إقليمي جديد عم يلتقوا المرجعيتين تيحكوا بهذا البعد السياسي الكبير من أجل تشكيل غطاء وطني من بكركي، غطاء إقليمي من السعودية من أجل الدفع قدما نحو سيادة واستقلال. هذا الأمر لن يضع بكركي بمواجهة فريق يمكن من اللبنانيين إنه بكركي لا يوافق على هذه القراءة. إنه بكركي عملت سنة 2001 مكتب سياسي بوج قوى سياسية مناوئة تحت عنوان سيادة واستقلال مسألة تحدي بوج الوصاية السورية، بس اليوم المقصود هو جزء من اللبنانيين، بجزء من اللبنانيين بدهم يلتزموا بثوابت الكنيسة التاريخية وثوابت لبنان التاريخية. إذا هذا جزء من اللبنانيين رافض يلتزم بهذه الثوابت، إنه بكركي شو بتعمل ساعتها؟ بتغسل إيديها من المشروع الكبير يلي حطت فيه كل هذا الجهد من أجل نوصل له؟ لا أكيد لا. إلى جانب طبعا البعد الوطني السياسي الكبير في بعد روحي. أنا هون بدي أسألك، أي ما هو البعد الديني؟ البعد الديني عم بتفرج المملكة العربية السعودية من جهتها على قديش انفتاحها، لأنه اليوم بالسعودية عم نشوف شقين، عم نشوف شخص ليبرالي الأمير محمد بن سلمان، عم نشوف شخص ليبرالي منفتح متطور حديث أخذ المملكة العربية السعودية نحو انفتاح ديني كبير. وطبعا تطور اقتصادي وغيره، وطبعا في تشدد سياسي كبير جدا. وبالمقابل انه ايه بكركي من ضمن دورة عم تقدر تفرجي قديش اهمية هذه المنطقة، تعدديتها، التنوع الموجود فيها، اهمية التعايش الحقيقي كيف يجب ان يكون انطلاقا من قواعد واضحة، ديمقراطية، حريات، توازن، كل انسان يكون عنده رأيه وحيثيته، ما يكون في حدا مغيب بهذا المحل. ما بدنا ننسى انه لما عم يروح البطرك الماروني، يعني عمليا يعتبر لبنان اخر بيئه سياسيه مسيحيه موجوده في هذا الشرق بكل حضورها وبكل تنوعها وبكل وضعيتها، الى مملكه عربيه سعوديه تاريخيا لم تتدخل بالتفاصيل اللبنانيه، كانت حريصه على هذا النموذج اللبناني، ولذلك هذا لقاء تاريخي بمحطه تاريخيه بلحظه سياسيه تاريخيه. اليوم الاستاذ صلاح سلام كتب فخامه الرئيس نريد حل، يتوقف عند العاطفه الابويه تجاه الرئيس الحرير، ويقول نريد حل الأزمة الصادمة ليس بعودة الحرير لرئاسة الحكومة، وأيضا بإعادة لبنان للحضن العربي وإبعاده عن النفوذ الإيراني. كل مرحلة من يعني مرحلة مر فيها لبنان كان فيها أزمة كانت تنفجر أمنيا. اليوم كما يبدو أنه هذا الأمر مستبعد، يعني بظل الغطاء الموجود محليا يمكن قبل عربيا ودوليا. هل البديل ممكن يكون مؤتمر تأسيسي نكون نسعى يعني نتجه صوبه ويسعى إليه فريق معين طالما الحرب ناعمة؟ إذا بدي زبط التوصيف، اليوم في حرب وإنما ناعمة، ممكن حلها بمؤتمر تأسيسي؟ لا يستطيع لبنان، وبينت التجربة، يعني نحن كل الهدف كان من التسويات اللي كانت عم تصير من 2005 لليوم، والبعض إذا بدك بيغلط يخطئ هون بقول انه هيدي التسويه اللي عملتوها اخر شيء مش مزبوط، هي تسويه هي استمرار للتسويات اللي صارت من 2005 لهذه اللحظه، كل الهدف منها كان انه ابعاد لبنان عن اتون الصراعات القائمه بانتظار ان تتبلور الاستراتيجيه معينه للمنطقه، خلص هلا فتنا باستراتيجيه جديده بالمنطقه، لا يمكن لبنان ان يذهب الى مؤتمر تاسيسي بمعزل عن شو بده يصير بالمنطقه، انه ما في مؤتمر تاسيسي شو بنكرس فيه؟ بنكرس فيه سلاح حزب الله؟ ما نشوف شو هو المؤتمر، انت بدك تروحي مكاسب سياسيه مقابل وضع هذا السلاح على الطاوله يعني. ما ايه ما هيدا كله خلص بده يدخل من ضمن حوار ايراني سعودي برعايه دوليه، يرجع ترسيم حدود النفوذ الايراني، بتجي التسويه فيها من بلبنان ضمن هذا الوضع. بهذا السياق كتب توني عيسى اليوم أن الاستحقاق سيكون كيف الملائمة بين خيارين استقرار لبنان وعدم ذهابه نحو الفوضى بالمواجهة الإقليمية، وبنفس الوقت منع إيران من السيطرة على القرار اللبناني من خلال حزب الله بحيث تهدد دول عدة ومنها إسرائيل. هذه هي المعادلة بالمرحلة. نحن نجرب نحافظ على الاستقرار من دون ما تكون عم تعطي غطاء لحزب الله. بالحقيقة أنت الجديد انه كان في دور عربي غائب، هذا الدور العربي، غياب الدور العربي سمح للدور الايراني بالتغلغل بهذا الشكل، اليوم في عوده للقرار العربي والموقف العربي،
بدها ترجع تعيد ترسيم النفوذ انطلاقا من هذا المعطى الجديد يلي صار. اذا بدي اترك كم دقيقه للموضوع اللبناني البحث، اكد الرئيس الحريري امبارح اننا ذاهبون الى الانتخابات وراح تصير الانتخابات بعد ما كان في انطباع انه ربما لم تعد كذلك. هل موقفه بالامس سيطلق صفاره الانطلاق للاستعداد للمعارك الانتخابيه؟ انا تقديري الانتخابات اساسا انطلقت، يعني نحن كقوات بلشنا فيها وترشيحات لانه تفرملت الاسبوع الماضي، تفرملت هالاسبوعين ماشي هالعشر ايام. نعم. انه لا ما في شيء بيستدعي انه ما تصير انتخابات، انتخابات ضروري انه تصير، لا بل بالعكس بهذه اللحظه بنظل اعاده فرز الخيارات الوطنيه الكبرى في مصلحه كبرى باجراء الانتخابات، ونحن سنحاسب كل من سيذهب الى التمديد، لانه الانتخابات تشكل مصلحه لبنانيه كبيره تنعمل استفتاء وطني كبير، من ما مشروع الدولي ومن ما مشروع الدويلي. طيب هل القانون الجديد سيتيح تظهير هذا المعطى، وبالتالي هل نحن امام اصطفاف 14 و8 اذار من جديد؟ لا شك انه المعطى الجديد مع استقاله الرئيس سعد الحريري هو اعاد تسييس الانتخابات، اعطاها دوز تسييسي كبير جدا. ولذلك ايه طبعا نحن بدنا نروح لاصطفاف، طبعا مش على الشيء يعني التقليدي، يعني القانون الجديد رح يسمح لهذا الاصطفاف بانه يرجع يتاثر إيه بترجع معين. بترجع بنتائجه، بتشوفي كيف بتصير الاصطفافات والتحالفات. طبعا ما بدنا نرجع نحيي 14 اذار بالاداره السابقه اللي كانت فيه، انت بتروي على شيء جديد، الفكره ما زالت موجوده بطبيعه الحال، السين سين ما زالت موجوده سعد الحريري وسمير راجع، بدك تركبي شيء ضمن هذا الاطار على قاعده مقاومه سلميه مثل ما قال الحكيم وتنطلق بهذا الاتجاه. اذا بدك تعطي عنوان للمرحله التي نحن مقبلون عليها اعتبارا من اليوم بعدما رتبتها مقابله الرئيس الحريري محليا، فتنا بمرحله ربط نزاع فعلي على مستوى المنطقه وليس فقط على مستوى لبنان مع سلاح حزب الله ودور حزب الله بالمنطقة، وهذا ربط النزاع هو الوحيد الكفيل بإعادة الاعتبار أو بإدخال لبنان أو برسم خريطة الطريق التي تؤدي إلى قيام دولة فعلية في لبنان. ربط النزاع قبل كان ربط نزاع سياسي، اليوم فتنا بربط ربط نزاع وطني إقليمي دولي، وكل هذا المحل من أجل الوصول إلى قيام الدولة. للأسف عم يحاول البعض يستفرد القوات اللبنانيه هذا نعم. على قاعده انه هي عم تقوم اطلاقا القوات اللبنانيه اكثر الاطراف حرصا على الاستقرار، القوات اللبنانيه موجوده من ضمن بيئه حاضنه لبنانيه مسيحيه اسلاميه عربيه دوليه حريصه على البعد اللبناني، ولذلك الكل يلي جرب يستفردها ويحيد الرئيس سعد الحريري حيشوفوا انه تيار المستقبل سيكون بطليعه القوى السياسيه التي ستواجه من اجل عنوان قيام الدوله، عنوان لبنان اولا، وسنكون كلنا سوا ضمن تكتل واحد، ضمن هدف واحد هو إعادة الاعتبار لمشروع الدولي في لبنان. من أجل ذلك قال امبارح تغريدة الدكتور جعجع للرئيس الحريري نحن بانتظارك، وكأن مثل ما يمكن تفضلت وقلت رح يرجع ترجع الصورة تتظهر مثل ما كانت بال 2005. هي صورة هيك، يعني جرب البعض خلال 10 أيام يعمل تشويش يشوش يغبر على الصورة، صورة ناصعة البياض، وكل هذا التغبير سقط لحاله. بوجود الرئيس عون بقصر بعبدة ممكن تكون المعطيات مختلفة؟ لا اطلاقا، الرئيس عون المطلوب منه بشكل واضح لانه كان بالصورة بال 2005 ولم ويعني تبدلت الرئيس بعد عون بعد 2006، اليوم فينا نرجع نقول انه عقارب الساعة قد تعود الى ذلك النهار؟ اولا اهم شيء نوقف تهويل على اللبنانيين انه كان في مدري شو بده يصير بالبلد، ما بده يصير شيء بالبلد. اثنين الرئيس عون اكيد فات بمرحلة جديدة، بده يعرف بهذه المرحلة الجديدة كيف يتوازن مثل ما توازن بالمرحلة الأولى، لأنه أي خروج عن هذا التوازن سيؤدي إلى مزيد من العراقيل مش إلى مزيد من تحسين الوضعية السياسية. تحسين الوضعية السياسية بتكون على قاعدة أنه نقرأ المعطيات جيدة، فالرئيس عون اللي هو قارئ جيد للتحولات في لبنان وفي المنطقة عليه أن يقرأ جيدا التحولات اللي صارت ويأخذ بعين الاعتبار دوره الوطني اللي لازم يكون على مسافة واحدة من الجميع، دوره المحايد. نعم. يستطيع أن يدفع لبنان باتجاه حلول كلنا سوا بدنا إياها، لأنه خلاف ذلك بيخدنا على أزمات ما حدا بيرتجيها لا اليوم ولا بكرة. شارل جابور رئيس جهاز الإعلام والتواصل بحزب القوات اللبنانية، بهالخلاصة ممكن وصلنا لختام وقتنا. شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم، شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء غدا بإذن الله.